بس ده موضوع جديد علينا. انا عايز ملف العنابي ده يجيني من يوم ما اتولد وباسرع وقت. انا ابتديت فعلا سعادتك وشكلت غرفة عمليات انا رئيسها، ومعايا ضابط كفء هو اول واحد شاف الرجل العنابي. اسمه ايه الضابط ده؟ تيسير فهمي. تيسير فهمي ايه يا ابني؟ تيسير فهمي دي ممثلة. مش الممثلة سعادتك، تيسير فهمي الضابط، وده ابن اخويا. هتوصلني فوق سطح القناة وتستناني اخلص البرنامج وترجعني. لا معلش يعني لا مؤاخذة يا دكتور، اتصرف لك في ركوبة غيري النهاردة. ليه وانت هتروح فين؟ عندي مشوار كده. مشوار ايه؟ زي ما تقول كده يعني راح اقابل. تقابل مين بالبدلة؟ راح اقابل يا سيدي احلى واحدة خلقها ربنا. دي احلى واحدة خلقها ربنا؟ حلم عمري، حلم عمري اخدها على ظهري واطير بيها يا دكتور. ايه؟ حلم عمرك تاخد دي على ظهرك وتطير بيها؟ دي هتاخد حلم عمر انا وتقع بيه. مفيش خروج مع العنابي. عايزه تخرج تخرج مع عصفور، عايزه تخرج تخرج مع عصفور، عايزه تخرج عايزه تخرج تخرج مع عصفور. فهمنا خلاص، هتنقل اقلع البدله وخرجها مع عصفور. ما هي اكيد مش عايزه تخرج مع عصفور، اكيد هي عايزه العنابي. لا ما تقلقش، في دماغي خطه، لو مشيت هترضى تخرج مع عصفور. طب بس سيب. ايه ده؟ ايه الكزاره دي؟ ايه في ايه؟ ايه الكزاره دي؟ معلق لي جراب موبايل في بدله سوبر هيرو يا رمه. وانت عايزني انا احطه فين؟ ما انت كمان عامل منطلون سوبر من غير ما تعمل له جيوب. اه لا صح، انت انا بي. ايوه أنا خلاص ما تتكلمش. انا بي بيقى ما تتكلمش يا عم. طب يلا يا اخويا، يلا يا اخويا، طب يلا خلاص اتكل. انت لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا دكتور، نسيت انك ما بتطيرش. اركب ابو دي شغلانه.